يجوز استخدام الواقي للوجه للاحتراز من العدوى إذا كان يربط أو يلصق على الأذن، إذا كان هذا الواقي يربط أو يلصق على الأذن فقط ولا يلتف حول الرأس فيجوز له أن يستخدمه ولا فدية، فإن كان يلتف على الرأس ففيه الفدية بالنسبة للرجل، لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه بشيء قليل أو كثير، وهو كلف العصابة ونحوها. واختاره ابن باز رحمه الله تعالى، اختاره ابن باز رحمه الله تعالى. وأما المرأة فيجوز لها استخدامه ولا شيء عليها، لأن المرأة لها أن تغطي رأسها اتفاقا، ولها أن تغطي وجهها على الصحيح من قولي العلماء، ولها أن تغطي وجهها من غير ملامس للوجه اتفاقا، لها أن تغطي وجهها على الصحيح إذا كان هناك رجال أجانب، فلها أن تغطي وجهها، ولها أن تغطي وجهها من غير ملامس للوجه اتفاقا.